إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن كيف يظهر الربو. يؤدي الربو إلى تضييق القصبات وتهيجها، إلى شعور الطفل بضيق في التنفس والسعال، وأحيانا تسارع التنفس واللهاث. تختلف شدة المرض من طفل لآخر، وبالتالي بعض الأطفال المصابين بالربو الخفيف يصابون بنوبة متباعدة، والبعض يصاب بنوبة موسمية، والبعض يصاب بنوبة متقاربة وشديدة. ويمكن للأهل تقدير شدة نوبة الربو عند الطفل الكبير المتعاون باستخدام جهاز يسمى جهاز التدفق الأقصى في المنزل. ولازم نفهم هذا الشيء. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.